يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتم بتتابعونا. نهار جديد ومشوار صباحي جديد من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم الاثنين السابع من كانون الاول للعام 2015. وين ما كنتم يسعد صباحكم ويسعد صباحك مي. محطات عديده اكيد في مشوارنا اليوم. صباح الخير يا منى وصباح الخير لجميع مشاهدينا. نبدا في درجات الحراره. ارتفاع درجات او ارتفاع تدريجي على درجات الحراره حتى الخميس وموجه التصقيع اللي شهدناها يوم أمس الأول، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على العموم يعني إن شاء الله حتى الخميس كل يوم ترتفع لها درجة مئوية واحدة. طبعا مشوارنا ما يكلم معتاد متواصل لغاية العاشرة. بداية المشوار قراءة في أبرز ما عنونت الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. وما زالت الأوضاع الميدانية المختلفة في كافة المحافظات طبعا تتصدر الأخبار الرئيسية في الصحف المحلية وأكيد جولة في الصحافة العبرية. منى بعد جولة في الصحافة العبرية نتوقف مع الأستاذ حيدر إبراهيم والمؤتمر العمالي العالمي في فلسطين. من غزة أيضا محطة مسجلة منتبعها في فلسطين هذا الصباح. أيضا نفتح ملف الأسيرات وسياسة التضييق عليهن، وطبعا نستضيف الأستاذ قدورة فارس رئيس نادي الأسير. نتحدث أيضا عن العنف ضد النساء في فلسطين هذا الصباح وتحديدا في الجانب القانوني. أخيرا نتوقف مع المهرة جيداء الربيع التي حصدت المركز الأول في بطولة العالم لجمال الخيول العربية والمشاركة الفلسطينية في هذه المسابقة. إذا هذه المحطات مشاهدينا وأخرى تتابعونها في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. وين ما كنتوا يسعد صباحكم. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا.
يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا بتتابعونا. ما يخلينا قبل ما نبلش في قراءة لأبرز ما عنونا الصحف، طبعا نتوجه لدائرة الأرصاد الجوية ونتعرف على حالة الطقس لهذا اليوم، وينضم إلينا المهندس يوسف أبو أسعد مدير عام دائرة الأرصاد الجوية. يسعد صباحك مهندس يوسف. صباح الخير مهندس يوسف. صباح الخير إليك وصباح الخير لأخت مي أمنا. يسعد صباحك أهلا فيك. إذا بنتعرف منك على درجات الحرارة، ويعني بنلاحظ هيك مع ساعات الصباح إنه يعني الطقس شوي صغير، ها شوي ادفى من امبارح واول امبارح. نعم، هو سجلت درجات حراره عليا مساء امس، حيث سجلت في حول 6 درجات مئويه الصغرى في مدينه رام الله، في حين اول امس بلغت درجتين مئويتين، يعني هناك ارتفاع 4 درجات مئويه. وايضا هذا اليوم اجواء صافيه لغايه الجزئيه، يطرا ارتفاع على درجات الحراره حوالي 3 درجات عن يوم امس. الرياح شمالية غربية لشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أيضا غدا أجواء صافية ويطرأ ارتفاع طفيف درجة مئوية واحدة عن هذا اليوم، لكن الأربعاء بإذن الله ترتفع أيضا كمان درجة مئوية واحدة، وأجواء صافية تتحول إلى غائمة جزئية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة. أيضا الخميس يحصل انخفاض وأجواء غائمة جزئية، تعود درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة. في حين الجمعة أجواء غائمة جزئية تتحول في ساعات المساء إلى غائمة، ويقرأ انخفاض على درجات الحرارة، تتحول الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي ساعات بعد منتصف الليل نتوقع تساقط أمطار بإذن الله، ويستمر تأثير تساقط الأمطار أيضا السبت حتى الاحد، يعني نعم. منخفض جوي متوقع باذن الله من مساء الجمعه حتى الاحد باذن الله. نعم، درجات الحراره مهندس يوسف لهذا اليوم، نعم، وهذه الليله، وماذا عن الصقيع؟ هل سيستمر وجود الصقيع في بعض الاماكن ولا خلاص كان الاحد اخر يوم متوقع؟ يعني هذه الليله تشكل صقيع في بعض المناطق في الاغوار وفي المناطق يعني الغورية فقط، لكن في المناطق الجبلية كانت حرارة مرتفعة نوعا ما، ولا نتوقع تشكل الصقيع حتى نهاية الأسبوع، يعني في هناك ارتفاعات طفيفة على درجات الحرارة، لذلك لا يوجد هناك احتمالية لتشكل الصقيع. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم والصغرى هذه الليلة كما يلي: في القدس العظمى 14 والصغرى 7، رام الله والخليل 15-6، نابلس 15-8، جنين وطباس 19-8، في أريحة 21-10، في الأغوار الشمالية 20-9، في بيت لحم والتلفيل 14-7، طول كرم وقلقيلية 19-8، في غزة وخان يونس 18-10، وأخيرا في رفح 19 العظمى والصغرى 9، والله دائما أعلى وأعلى. نعم، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. شكرا لك المهندس يوسف أبو أسعد مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، وحدثنا عن حالة الطقس، ويعني كما ذكرت ارتفاع طفيف اليوم عن درجات الحرارة، يعني يليها ارتفاعات متتالية. خلينا نبدأ بالصحافة وأبرز ما عنونات هذا اليوم. البداية مع الحياة الجديدة وشهيد الأمن شهيد بيت حنينة في القدس. إذا تحت عنوان شهيد من بيت حنينة برصاص الاحتلال في القدس، مستوطنون اقتحموا الأقصى وسط دعوات لاستباحته هذا الأسبوع. الشهيد هو عمر ياسر سكافي 21 عاما من بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة، وطبعا استشهد بزعم محاولته طعن مستوطنين غربية المدينة. شرطة الاحتلال ادعت أن الشاب سكافي نفذ عملية دهس وطعن ما أدى لإصابة 3 مستوطنين بجروح طفيفة. من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون صباح أمس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط دعوات منظمات الهيكل أنصارها لاستباحته خلال فترة عيد الأنوار المعروف بالحنوكا العبري الذي بدأ أمس وينتهي الخميس المقبل. بالعودة إلى صحيفة القدس، أبرز ما عنونت لهذا اليوم: مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لمسيرة كبرى غدا، استشهاد شاب من بيت حنينة بنيران الشرطة الإسرائيلية، واستئصال عين فتى من مخيم شعفاط أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية.
من صحيفة القدس نقرأ أيضا في أبرز ما عنونة الصحيفة لهذا اليوم في استطلاع للرأي بالولايات المتحدة حول العلاقات مع إسرائيل، 49% من مؤيدي الحزب الديمقراطي يطالبون الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الاستيطان، و 45% يطالبون بعدم التصويت لدى عرض مشروع قانون يؤيد إقامة دولة فلسطينية. نقرأ أيضا من صحيفة القدس، إسرائيل تهاجم وزيرة الخارجية السويدية، ووزير خارجية روسيا يربط بين الإرهاب الدولي وغياب الحل للمسألة الفلسطينية والخارجية، الرد الإسرائيلي على تصريحات وزيرة خارجية السويد وقح. إلى الحياة الجديدة مرة أخرى، وفي استطلاع للرأي أظهر هذا الاستطلاع الذي أجري بين اليهود فقط ونشرته صحيفتا معريف والجيروزاليم بوست الإسرائيليتين أمس، أن نصف الإسرائيليين يتخوفون من المشاركة في احتفالات عامة لمناسبة عيد الأنوار اليهودي الذي بدأ أمس في أعقاب تصاعد التوتر الأمني إثر الهبة وأعقاب العمليات التي ينفذها فلسطينيون منذ مطلع تشرين الأول الماضي، بينما قال 46% أنهم سيفكرون مرتين قبل المشاركة في احتفالات عامة، وقال 37% إن الأحداث لن تؤثر على قرارهم في هذه الناحية. موضوع آخر أثير في الآونة الأخيرة وهو معبر رفح الأحمد، يطالب حماس بتسليم معبر رفح، وطبعا دعا حكومة الوفاق لتتحمل مسؤولية إدارة المعبر بشكل دائم وحل مشكلة المواطنين المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات. على العموم بدي أعلق على هذا الموضوع أنه هاشتاج سلموا المعبر اللي انتشر بشكل كبير يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يدعو فيها الناشطون والشباب والمتضررون سواء في غزة أو في الضفة أو في كافة أنحاء العالم، حركة حماس التي تسيطر على غزة، إلى تسليم المعبر لإنهاء معاناة المسافرين من غزة إلى الخارج. من صحيفة القدس وأبرز ما عنونت، كيري ينتقد نتنياهو وأبو مازن ويحذر من حل السلطة الفلسطينية وتوجه إسرائيل نحو الدولة الواحدة العنصرية، ونتنياهو يهاجم عريقات ويرد على وزير الخارجية الأمريكي بغضب. بالعودة إلى الحياة الجديدة منى، ومركزية فتح تدرس آليات تنفيذ قرارات المركزي لتحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال، دعت حماس إلى إزالة جميع أسباب الانقسام لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة. أيضا الرئيس يستقبل الأديب العالمي إيف كونساليس كيخانو، طبعا هذا الأديب هو صاحب كتاب العروبة الجديدة، هو على الأذن الأيمن للصحيفة في الأعلى، كتاب العروبة الجديدة بحضور رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين مراد السوداني. إلى صحيفة الأيام والتي عنونت لهذا اليومي، طبعا في الخبر الأبرز باللون الأحمر العريض، شهيد في القدس الغربية بزعم محاولته طعن إسرائيليين، ونتنياهو يرفض تحذير كيري عن الدولة الواحدة ويحمل الفلسطينيين مسؤولية استمرار الصراع. من صحيفة الأيام نقرأ أيضا، مجموعات استيطانية تنفذ اقتحاما جديدا للأقصى، وسلطات الاحتلال توزع 7 أوامر هدم في سلوان، نتنياهو يهاجم عريقات لتقديمه العزاء لعائلة شهيد حاجز حزمة، ومركزية فتح تدعم طرح قرارات أمام مجلس الأمن حول أسس الحل والقدس والاستيطان ضمن تحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال، وعريقات نتنياهو لا يريد الدولة ولا الدولتين وإنما دولة عنصرية بنظامين. نبقى مع نتنياهو منى وهجومه، لكن هذه المرة على وزيرة خارجية السويد، طبعا على خلفية التصريحات التي اعتبرت فيها أن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيين بشكل غير مشروع، وصف نتنياهو تصريحات وزيرة الخارجية السويدية وولستروم بالشائنة. ووفقا لمصادر إعلام ومواقع إخبارية إسرائيلية، فإن نتنياهو الذي كان يتحدث في افتتاحية جلسة الحكومة صباح أمس جدد اتهامه للسلطة الوطنية الفلسطينية بمواصلة التحريض ضد إسرائيل، مدعيا أن زيارة المسؤول عن ملف المفاوضات طبعا صائب عريقات لعائلة أحد الشهداء هو تأييد للعمل الإرهابي. طبعا نتنياهو يعني حكى في السلام وقال إن تحقيق السلام يتطلب من الطرف الآخر أن يبدي الرغبة في الحصول عليه، وهذا للأسف ليس متوفرا لدى الفلسطينيين كما زعم. أكيد فايز عباس له تعليقات على هذه التصريحات.
بالعودة على صحيفة الأيام ومن أبرز ما عنونت المفوض الفلسطيني في كندا، طلبنا رفع التمثيل الدبلوماسي. موقع عبري ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين القاصرين تحديدا بنسبة 120%. كلينتون تتعهد بنقل علاقة أمريكا بإسرائيل إلى مستوى جديد وليست مستعدة للتنازل عن حل الدولتين. واستطلاع للرأي، أغلبية الإسرائيليين يشعرون بانعدام الأمن. طبعا هذا الاستطلاع الذي أجري كما ذكرت ما بين اليهود فقط، ونشرته صحيفتا معاريف وجيروسالم بوست. ننتقل أو نبقى في صحيفة الأيام. والاحتلال يحكم بالسجن 15 شهرا على النائب خالد جرار، وقانون إسرائيلي يسمح باستخدام أدلة المحاكم العسكرية بالمحاكم المدنية. في الأخبار المحلية، في الحياة، سند انفراجة وشيكة في أزمة الإسمنت بالاستيراد من تركيا. إذن أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس المستورد الرئيسي للإسمنت أن أزمة النقص في هذه المادة الاستراتيجية في طريقها إلى انفراجة باستيراد كميات من تركيا. قال قواس في لقاء مع صحفيين في رام الله أمس أنه تم الاتفاق مع شركات تركية على توريد 400,000 طن يمكن أن ترتفع إلى 1,000,000 طن، ويتوقع أن تصل أول شحنة وهي عبارة عن حمولة 5 بواخر أي 25,000 طن إلى ميناء أشدود الإسرائيلي في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية أواخر شهر كانون الأول الجاري، وسيتبعها أيضا شحنات أخرى بواقع 3 بواخر أسبوعيا ما تبقى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى يوم الخميس. من آخر خبر من صحيفة الأيام وحول فرنسا والانتخابات، طبعا نتائج الانتخابات تشير إلى يعني أن اليمين المتطرف الفرنسي يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات المناطق. طبعا في 6 مناطق يعني من أصل 13 منطقة في الدورة الأولى من انتخابات المناطق الفرنسية، ويعني أشادت رئيسة الحزب مارين لوبن بالنتيجة بأنها رائعة. طبعا هذه النتيجة اللي حققها حزبها مؤكدة على أنها قادرة على تحقيق الوحدة الوطنية في البلاد إثر هذا الفوز التاريخي لحزبها. منى، لفتني هذا الخبر من الحياة الجديدة ويتعلق بموضوع تحديد السعر الاسترشادي لكيلوغرام قصع الحبش. إذا أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني أمس عن السقف السعري لكيلوغرام قصع الحبش بعد رصد طواقم الوزارتين وجود استغلال غير مبرر من قبل بعض التجار. الخبر في الصفحات الداخلية، وسيتم العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الاثنين. وأوضحت الوزارتان أن هذه الخطوة تأتي للحد من المغالاة في رفع الأسعار، خصوصا بعد الانخفاض الملموس في هذه السلعة، مشددة على ملاحقة ومحاسبة مهربي البضائع واللحوم من إسرائيل بالتعاون مع طواقم الضابطة الجمركية. لهم خليني أذكر الأسعار سريعا. إذا الصدر مع العظم 16.5 شيكل، الصدر دون عظم 18 شيكل، الفخذ مع عظم 22 شيكل، والفخذ دون عظم 25 شيكل. وهذا مفروض السعر أنه يلتزم فيه طبعا المحلات اللي بتبيع هذه السلع. من ملحق الأيام مي سريعا، أكثر من 20 لوحة في جاليري واحد تحاكي مآسي المنطقة والعالم بأسلوب مغاير، طبعا للفنان بشار الحروب في معرضه شاشة صامتة، حيث تلونت المأساة بالأمل وتبقى عيون الجثمين مفتوحة. من بيروت، حضور فلسطيني لافت في معرض بيروت للكتاب وإطلاق باقة من الأعمال الجديدة ومساحة واسعة للتراث. ويعني تميز العام الحالي بحضور فلسطيني لافت في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته 59 على مستوى جناح دولة فلسطين وعلى مستوى مشاركات المبدعين الفلسطينيين سواء في المجالات الأدبية أو الأكاديمية المتعددة، خاصة في إطلاق الروايات والمجموعات
الروايات الشعرية والقصصية والكتب السياسية والأكاديمية. ويعني لأول مرة بيتم منح جناح فلسطين مساحة 60 متر مربع، وهي مساحة غير معهودة يعني لفلسطين، حيث جرت العادة أنه يعني لا تتجاوز المساحة المخصصة لجناحها يعني 20 ل 25 متر. دائما نتمنى النجاح لطبعا تمثيلنا في اي محفل دولي وخاصه في معارض الكتاب. اذا نكتفي بهذا القدر مشاهدينا، طلعنا صحفتنا المحليه وابرز ما عنونت هذا الصباح، اكيد قراءه تحليليه في الصحافه الاسرائيليه. فايز عباس بعد الفاصل. صباح الخير.
يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتم بتتابعونا، متواصلين معكم في فلسطين هذا الصباح وابرز ما عنونت الصحف العربيه مع زميلنا فايز عباس. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. نتنياهو كثير اليوم له تصريحات. بدي اصبح على ابو صالح المشاهد. ابو صالح لازم نصبح عليه، يعني ما فيش امكانيه الا نصبح عليه لابو صالح. طبعا قبل ما ابدا، يعني في هناك يعني ملاحظه، يعني كان شاهدت خطاب كيري في معهد سبان او في مؤتمر سبان. سبان هو اسرائيلي، إسرائيلي. صهيوني، كل سنه بيعمل هذا المؤتمر، وكان هناك خطاب او كلمه لوزير الخارجيه الامريكيه الذي قال ان اسرائيل تتجه الى حل الدوله الثنائيه القوميه. طبعا وان السلطه لن تستمر في ظل هذه الاوضاع، وهذا الأمر سيكون كارثي على إسرائيل. وكان رد نتنياهو بكل وقاحة بدون ما يرد بشكل موضوعي على هذا الخطاب لكيري. اتهم طبعا أنه هو قال نتنياهو في جلسة الحكومة بالأمس لن تكون هناك دولة ثنائية القومية، وأن الجانب الفلسطيني لا يريد السلام، وأن الجانب الفلسطيني يحرض، وأن الجانب الفلسطيني ما بده الدولة لأنه بعده ما اقتنع بإمكانية التعايش أو العيش بجانب إسرائيل. يعني كلياته هذا الكذب، هذا النفاق، هذا يعني عمين هو بيحكي هيك نتنياهو لمين يعني؟ بعدين يكون عندك الجرأة أنك ترد مباشر على كيري في النقطة اللي طرحها بالضبط. ليش أنت بشكل تلقائي بروح بهاجم الفلسطينية؟ يعني إذا أي شخصية في العالم هاجم سياسة حكومة نتنياهو كان نتنياهو بروح على الفلسطينية، زي ما عمل في يعني الروبا. هو دائما بيجد المتهم هو الفلسطيني. طبعا حتى وصل فيه الوقاحة والانحطاط والسفالة وكل هاي الكلمات البذيئة، أنه برا ساحة هتلر من أجل أن يتهم الفلسطيني في 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 محرقة اليهود. يعني ولكن انا الشيء اللي بيثيرني يعني فعلا هو الغباء. الاسرائيليين صاروا يعانوا من الغباء، مع ان هن بيدعوا ان هن شعب الكتاب، شعب الثقافه، شعب اللي يعني ما بيمشي زي القطيع ولا القائد، ولكن يبدو انه نتنياهو فعلا هو ساحر، وهن اصيبوا بالغباء والعمى وماشيين وراه في هذا الشكل، في هذا الكذب. يعني يعني بصدقوا ايش بحكيه، يعني حتى انه يعني لولا كان في ردود فعل قويه ضد نتنياهو بكل ما يتعلق بهتلر وبراءه هتلر من دم الفلسطيني، كان مشوا مع الاغبياء في اسرائيل، ان على اليمين، يعني انا بتهم اليمين او الوسط اليمين، ولكن يعني انا يعني مش عارف شو بدي احكي يعني اكثر من هيك. يعني انا هذا الشخص يعني بعدين وزيرة الخارجية الامريكية في نفس المؤتمر يعني هاجمت نتنياهو بشكل يعني لطيف هيك، وقالت انه البديل لابو مازن لمحمود عباس هي داعش. وين رايح انت يا نتنياهو؟ لكن يبدو ان نتنياهو بفضل داعش على ابو مازن، لان وجهين لعمل تتلمذوا على يدي. نبدأ في صحيفة ديوت أحرونوت. طبعا يعني العنوان الرئيسي، بعدين نرجع على أوباما. العنوان الرئيسي التخوف في إسرائيل من تنفيذ عمليات لداعش في إسرائيل. مصادر أمنية إسرائيلية تقول هذه، نتحدث عن مسألة وقت فقط حتى يعني تبدأ داعش بالعمل في إسرائيل. أنا بشك في هذا الكلام، أنه بربطوها في قضية أنه في السنة الأخيرة ارتفع عدد العرب الفلسطينيين من الداخل كناشطين في داعش. يعني أنا بشك كثير في هاي التقديرات. ورئيس المجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقول أنه كانت هناك محاولات لتنفيذ عمليات في منصات الغاز في البحر لكنها فشلت. أوباما سيعلن رد الولايات المتحدة على عملية كاليفورنيا، اتهموا فيها داعش وغير داعش.
الولايات المتحدة لن تخضع للإرهاب، ويقول. وطبعا الصورة الثانية لمارين لابين في فرنسا اللي كان ارتفاع دراماتي لليمين في الانتخابات المحلية في فرنسا بعد طبعا العمليات في باريس. ناحوم بارنيا يكتب من واشنطن، ناحوم بارنيا محلل سياسي في صحيفة ديوات عرنوت، ويكتب حل الدولتين خدعة واحدة، حل دولتين خدعة واحدة. المتحدثون الأمريكيون في مؤتمر سابان من جون كيري حتى هيلاري كلينتون حاولوا إقناع الإسرائيليين في المؤتمر أن سياسة حكومة نتنياهو في المناطق المحتلة ستؤدي إلى كارثة لإسرائيل. المسؤولون في واشنطن تعلموا خلال نهاية الأسبوع درسا، يعني بأنه حل الدولتين قد مات خلاص. يعني عندما يتحدث نتنياهو عن حل الدولتين فهو مخادع. هذا مش أنا اللي بحكيه، ناحوم بارنيا. نفتالي بنت وفيكتور ليبرمان تحدثوا بابتهاج عن موت حل الدولتين، وطبعا يعني وهيرتسوغ وليفني يعني بتحدثوا بالعموميات عن حل الدولتين، لكن في الولايات المتحدة ما يواصلون التمسك في هذا الحل لأنهم لا يملكون حلا آخر، ومريح بالنسبة لهم التمسك بالكذب المتفق عليه إسرائيليا وحتى أمريكيا. صحيح. مبادرة لوزيرة القضاء شاكيد، يعني قانون خاص بالفلسطينيين كمان مرة، بس يعني يمكن بموجبه استغلال إدانة المحكمة العسكرية لمنفذي العمليات من أجل تقديم دعاوى مدنية ضدهم وتعويضات. حتى الآن يعني هذا لم يكن يعني استغلال القرارات المحاكم العسكرية في المحاكم، لكن هي تريد ذلك. طبعا المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يعارض هذا القانون المقترح. التحقيق في حرق عائلة الدوابشي، وين وصل؟ بدأوا يتحدثون عن صعوبات في هذا الموضوع، وعائلات المعتقلين اليهود يحتجون على ظروف الاعتقال كمان، مش عجب. على الرغم من ان انا نتاكد بالنسبه للمقارنه بالفلسطينيين هن خمس نجوم. خلال تشجيع جثمان الوزير السابق يوسي شريد وهو معروف برجل السلام، الجميع قال كل ما طلبه شريد هو السلام. الكاريكاتير حلو جدا ومعبر عن غضب إسرائيل من السويد. طبعا السويد وزيرة خارجية هنا حامل سكينة وحامل جواز سفر سويدي بقول له لا تطلق النار، معاي حصانة دبلوماسية من السويد. يعني السويد يعني حميتني السويد، يعني معاي حصانة دبلوماسية ما تطلق النار علي. هو جاي يطعن يعني والسكينة ملعبة. بس الشاب حاطين انه له لحية يعني وكأنه متدين. وانه متدين، بس يعني غالبية الشبان يعني كانوا شباب عاديين وبدون اي انتماءات. بس ولا بدهم يبرزوا انه هذا اسلامي، يعني الارهاب الاسلامي يعني طبعا برعاية السويد. برعاية السويد نعم. صحيح. بس يعني وبعدين نتنياهو غضبان عليها لوزيرة خارجية السويد. ننتقل لصحيفة هارتس. طبعا صحيفة هارتس عنوان الرئيسي دائما بيختلف عن باقي الصحف، هبوط حاد في عدد الأكاديميين من أصول روسية أو من الاتحاد السوفيتي سابقا، يعني نسبتهم كانت لحد سنوات التسعين 50%، اليوم أقل من 30%. ويبدو أنه تأثروا في إسرائيل من الحالة الاجتماعية السياسية، يعني ما في التقرير ما في يعني ما بحطوا الاصبع على المشكله يعني فقط يعني زي احصائيه. طبعا العرب ما ذكروهم في الموضوع. لا العرب لا، هن بيتحدثوا بس عن الروس لان نسبه العرب عاليه، لا بترتفع كل عام يعني ممتاز. خاصه الصبايا يعني. كلينتون تحذر في مؤتمر سابان البديل للرئيس عباس الشريك المهم لعمليه السلام،
قد تكون الأعلام السوداء يعني داعش. فراد رفيد يكتب من واشنطن من نفس المؤتمر: إسرائيل تريد الدولة ونصف، يعني إلكم النص وربع يعني. نتنياهو يرد على كيري: الحل ليس دولة واحدة وإنما دولة فلسطينية منزوعة السلاح. سنرجع لناحوم برنيا أنه كذاب ومخادع، صحيح. والاعتراف بيهودية إسرائيل وكل حكي البقاء على الحدود مع الأردن وكل الشروط اللي بحطها نتنياهو بشكل دائم. صعوبات في التحقيق في عملية حرق عائلة الدوابشي، وقد ترغم هذه الصعوبات الشباك إلى استعمال أساليب غير عادية. تعذيب مثلا يعني ممكن أنا ما بشك جدا يعني هذا الأمر، لو أنهم بيستعملوا 1% من اللي بيستعملوه مع الفلسطينيين كان زمان اعترفوا. سكان العفولة بالأمس تظاهروا، هاي الديمقراطية، الواحة الديمقراطية يعني، أما هي الأبرتهايد في عينه يعني. وحاول الاعتداء على رئيس بلدية العفولة بسبب فوز عرب بمناقصة للبناء في أحد أحياء المدينة. وتم تهريب رئيس البلدية من قبل الشرطة. هناك حوالي 40 شخص عربي في المنطقة فازوا مثل أي مناقصة. فاليهود عملوا يعني صلن أسبوع بيتظاهروا، بس لأن كصارحة محاولة اعتداء على رئيس البلدية أخذتها يعني الطابع إعلامي واسع اليوم. طبعا بقول لك كانوا بدهم يبنوا لنا مساجد هون، اولادنا بدناش اولادنا يختلطوا باولادهم، يعني نفس القصه اللي في جنوب افريقيا بين البيض واليهود. انجاز لليمين المتطرف في الانتخابات في فرنسا، صحيفه معريف. طبعا ننتقل لصحيفه معريف. هن تل أبيب لكيري، هن بكتبوا القدس لكيري يعني، بس احنا بما انه لا نعترف. الفلسطينيون لا يريدون السلام، ونتنياهو يقول لن تكون دولة ثنائية القومية، يعني بده يضل مع الاحتلال يعني، وتضل دولة أبارتهايد. أعضاء كنيسة من اليمين: كيري سيتغير قريبا، يعني خلص راح يروح، وهو غير واقعي، وهو يعني صايبه هوس يعني بكل ما يتعلق في الشرق الأوسط يعني. مش عاجبهم كيري يعني، ما بفهم شيء. كلينتون في مؤتمر سبان: البديل لأبو مازن داعش، هون مكتوب بشكل واضح. الإرهابي من الولايات المتحدة في كاليفورنيا كان يكره إسرائيل. طيب ليش يعني؟ كيف؟ ومش عارفين ليش يعني، لأنه إسرائيل دولة ديمقراطية كان يكرهها يعني مثلا، لأنها دولة يعني فيها حقوق كامل للمواطن يعني مثلا، لأنه فيهاش مظاهرات، لأنه ما بدهن مثلا غير اليهود يسكنوا. طريق سريد، الوزير سريد الأخيرة: ودفن في طقوس مدنية وليست دينية. ما كانش متدين. لا ما كانش متطيب، وكان حاكي مع مرته قبل ما يتوفى ب 24 ساعة، فإلا أنا إذا متت بدي جنازة مدنية مش دينية. يعني ما بدي متدينين يجوا. وهنا هذا الخبر، هذا التحريض اللي بيحكي عنه نتنياهو، الأستاذ نتنياهو الفلسطيني بحرضه، كان أسمعوا هالخبر: صلوات من أجل المتهمين بحرق عائلة الدوابشي، بيصلوا لهم، ووزعوا مناشير في كل الكنس في القدس والضفة وغيرها من المناطق، وكتبوا فيهن: من بارك الآباء، آباء اليهود يعني، إبراهيم ويعقوب وإسحاق وموشي وآرون ودافيد وشلومو، سيبارك المعتقلين القتلة. وين نتنياهو؟ ما سمعناش مثلاً يعني، ما سمعناش انه حكى انه هذا تأييد للإرهاب، تأييد للإرهاب يعني. صلين يومين يعني داكين في صائب عريقات لأبنه عزة، صح،
يعني شيء مجنون يعني. طيب افرض انه في علاقه شخصيه بيناتهم مثلا يعني. طيب هون بيصلوا صلوات في كل الكنس وما سمعناش نتنياهو ولا غيره يعني ما تصلوا. فشوفوا وين يعني هال تناقض. هذا مش تناقض، هذا دليل على ان هذه السياسه، هاي سياسه الحكومه الاسرائيليه يعني. انا يعني لن افاجئ اذا هذول تعون المعتقلين ما يطلق سراحا بعد 6 أشهر او سنه. شارع بتمويل اجنبي، انتبهوا مليح لهذا الخبر. الفلسطينيون يبنون شارع غير مرخص بالقرب من مستوطنة تكوع في البلد العربية تقوع على أراضي الدولة. أنا يعني أبوك أبو دولة. يربط قرية تقوع العربية مع مستوطنة معلي عموس، ومن هناك سيتم توصيل الشارع إلى البحر الميت. مش عجبهم يا أراضي الدولة. كيف أنتوا تبنوا شارع هناك؟ ممنوع تبنوا شوارع، بس المستوطنين ممنوع تعملوا أي شيء. لازم تظلوا عايشين في هالجيتو الصغير إن كان في الضفة أو غير الضفة. وهاي ديمقراطية إسرائيل وهاي ديمقراطية نتنياهو. هذا أكبر محرض مش في الشرق الأوسط. طبعا احنا حكينا انه هو بدخل موسوعة جينيس في الكذب، بس في التحريض يعني هو صار بده يصل يعني اقترب وبكفي لليوم. بكفي لليوم. نكتفي. شكرا لك زميلنا فايز عباس، واكيد بنلتقي غدا ومشاهدينا متواصلين معكم في فلسطين هذا الصباح بعد الفاصل. Oh,
مشاهدينا في هذه الفقرة نتحدث عن المؤتمر العالمي الذي نظمته طبعا الأمانة العامة الاتحاد العام لعمال فلسطين بالتعاون مع اتحاد النقابات العالمي. اللافت في هذا المؤتمر طبعا وجود أعضاء من دول عالمية مختلفة منها اليونان، فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، روسيا وغيرها، وأيضا هذا المؤتمر يشكل تظاهرة عالمية من عمال ونقابات العالم تضامنا مع فلسطين وطبعا ضد سياسات الاحتلال العنصرية. طبعا الحديث أكثر في هذا المؤتمر ينضم إلينا الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين السيد حيدر إبراهيم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا في فلسطين هذا الصباح. يعني هذا المؤتمر الذي انطلقت أعماله يوم أمس ويستمر يعني في هذا اليوم، يعني احنا تحدثنا أنه الهدف الأساسي له هو التضامن مع العمال ومع الشعب الفلسطيني بشكل يعني عام. إذا بدنا نحكي شوي تفاصيل عن يعني جدول أعمال هذا المؤتمر. جدول أعمال هذا المؤتمر، يعني هناك في عدد من المحاضرين، بالأمس كانت الدكتورة علا عوض الإحصاء المركزي، قدمت الإحصاء المركزي قدمت دراسة عن وضع العمال في هنا وداخل الخط الأخضر، وكانت دراسة غنية جدا. وبعدها هذا الأخ حنا من القدس كمان ألقى في الدراسة عن القدس وأوضاعها والاحتلال والحركة اللي موجودة الوطنية وإلى آخره. وبعدين تكلم بالبداية الدكتور أحمد مجدلاني، حكى عن موضوع الضمان الاجتماعي. صحيح. وأنا حكيت كمان، كان عندي يعني هيك شبه دراسة مصغرة عن وضع العمال الفلسطينيين وعن العلاقات مع المنظمات النقابية العالمية، بما أنه اتحاد النقابات العالمي هو اتحاد عالمي من أكبر الاتحادات، يعني عنده حجمه 80 مليون عضو ومن 120 بلد 120 نقابي، ونحن أعضاء في هذا الاتحاد. وحتى هذه الفعالية هو اللي مول يعني اللافت ايضا كما تحدثنا تحت الهواء حضور الاستاذ جورج مافريغوس وهو الامين العام لاتحاد النقابات العالمي واللي هو ينضوي تحته حوالي 120 منظمه ونقابه عالميه. الثقل اللي ممكن يوضعه وجود مثل هذه الشخصيه في هذا المؤتمر، يعني هو بنفسه اجى يعني، وبعدين له كان كمان يعني اليوم حيتكلم، يعني رغم أنه مبارح ألقى خطاب، كان خطاب 100% مع الشعب الفلسطيني ومع عمال فلسطين وضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو له مواقف مشهودة بتضامنه مع الشعب الفلسطيني، مش هاي أول مرة بيجي، يعني أجا كذا مرة وبيجي على رأس وفد وبروح بفر على مناطق الخطوط الأمامية بما فيها، يعني اليوم مثلا مبارح راحوا على بيت إيل مع الوفد اللي معاه وشافوا أثار المواجهات وأثار القنابل الغازية وغيرها، واليوم طالعين على الخليل، ما بنعرف بيقدروا يصلوا الخليل ولا لا مع الظروف. صحيح. فهم اليوم طالعين يعني الساعة 12، لأنه اليوم في كمان بتكلم في الندوة الأخ نبيل عمر وبتكلم جورج مافريغوس. سؤال يمكن يطرح في يعني هذه الأثناء والناس بتتابعنا، أنه أهمية مثل هيك مؤتمر إحنا نتحدث عنه بوجود كل هذه الدول، وزي ما تحدثنا يعني الأمين العام لاتحاد النقابات العمال العالمي للعمال في فلسطين. نعم. يعني أهمية وجود هدول لهذا المؤتمر وهاي الوفود للعمال ولقضية العمال. يعني هدول لهم وزن دولي في الساحة الدولية. وبتطلعوا على الجرائم اللي بترتكبها إسرائيل، يعني مبارح لما راحوا على منطقة السيتي إن هناك أرض المواجهات وشافوا أرض أثار العدوان أثار القنابل وأثار الكذا، يعني كل هذا بنقلوه للعالم بوضحوا أنه إسرائيل دولة في تمارس الإرهاب الرسمي ضد الشعب الفلسطيني وتقتل وتعتقل وتأسر وإلى آخره. فهذا شيء مهم في العالم، ويعني شيء مهم كمان في منظمة العمل الدولية اللي هي إسرائيل عضو في منظمة العمل الدولية. وهناك في منظمة العمل الدولية كل سنة يعني بيقدموا تقرير عن الإرهاب الإسرائيلي والعنصري والميز العنصري اللي بتمارسه حكومة إسرائيل ضد عمال فلسطين في الخط الأخضر. بالعكس يعني
هجمة من الهجمات اللي بنقدر نقول عنها هجمات السلام ضد إسرائيل مع الشعب الفلسطيني، وهم ما أعلن بالأمس بكلمته جورج بافريكوس، قال نحن مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإسرائيل دولة عنصرية إرهابية. يعني كان صحيح. كان موقف، وكلهم اليوم هم بيخطبوا كل واحد بالكلمة مدة 5 دقائق بعد ما نستمع للأخ نبيل عمر وللأخ جورج مافريكوس. نعم، يعني دول أوروبية كبيرة شاركت في هذا المؤتمر، لما نتحدث فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، روسيا وتركيا، يعني هي القوى الاقتصادية. وجود مثل هذه الدول الأوروبية أو الدول الكبرى، كيف ممكن يدعم نقمتنا هنا في فلسطين في مشاريع معينة أو خطط معينة بحاجة إلى موازنات ربما؟ يعني هم مش أغنياء. يعني دول هم معها مصاري، وضعهم منيح، هم ما هي الحركة العمالية الحركة العمالية مستقلة عن الدول. لكن مثلا زي هيك فعالية احنا ما دفعناش اشي، هم مولوا الفعالية، مولوا الفعالية بكامل هذا، وهذا يعني الآن طرحوا علينا في المباحثات، انه نعمل ايضا فعالية في القاهرة او في اي بلد عربي احنا بنريدها. فسالونا اي بلد عربي بتحبوا تعملوا فيها فعاليه تضامنيه، ندعي لها يعني اكبر من هاي. هاي تظاهره كبيره، هاي كبيره لانها على ارض فلسطين، بس ممكن في القاهره يكون في اكثر عددا وقدره وامكانيات والى اخره. فاتفقنا معهم على هيك حاجه. هدول بيعملوا ندوات، دورات، زيارات. مثلا بأخذهم من عندنا طلاب صغار، شباب صغار إلى آخره، في قبرص كمان مندوب قبرص موجود معهم. فيعني هذا بحدود هذا وليس بحدود المشاريع. مشاريع بيعمل لك دورات ثقافية للثقافة العمالية، دراسات إلى آخره. أما شيء ملموس مثل قضايا الضمان الاجتماعي أو غيرها مش رح يكون في تدخلات يعني من قبل هذه النقابات العمالية. امبارح كان الضمان الاجتماعي، نظام الضمان الاجتماعي كان له حيز كبير في الحوار، وكانت الأخت علا حكت عن الضمان الاجتماعي بشكل كثير كويس، والمداخلات كمان، والدكتور أحمد مجدلاني حكى عن الضمان الاجتماعي. ونحن بأمس الحاجة إلى إقرار نظام الضمان الاجتماعي، لأنه نظام الضمان الاجتماعي الشريحة الكبرى من أبناء شعبنا بيستفيدوا منه، إن كان المتقاعدين أو اللي لهم تأمين صحة وسلامة مهنية، يشمل تأمين صحة وسلامة مهنية. كل هذا يعني امبارح كان قيد المناقشة، وهم حتى الوفود الأجنبية يعني اشتركوا في هذه المناقشة بالتجارب اللي عندهم. وإحنا يعني لأنه خلص النظام جاهز، يحتاج إلى توقيع السيد الرئيس. وفي ناس بيقول لك إنه لا، لازم يكروا المجلس التشريعي وبعدين المجلس التشريعي يرفعه للرئيس. طيب احنا قلنا لا، يعني ما دام مجلس التشريعي معطل، الرئيس صلاحيته يعني بهيك قضايا يعمل فيها مرسوم. صحيح. ممكن السيد الرئيس يوقعه، وبعد ما يوقعه لما بيجتمع المجلس التشريعي يكره. مثلا مفروض كل اللوائح، كل الأنظمة، احنا بأمس الحاجة إلى أنظمة غير موجودة لحد الآن. فالمفروض الأنظمة مثلا قانون العمل في ثغرات، صحيح، بدنا نصلحها ونعدلها. رغم أنه قانون ممتاز وقانون اشتركوا فيه خبراء في العالم العربي، أخذنا التجربة السورية والأردنية والمصرية جيراننا، وقانوننا كويس، بس في لما نزلنا للتنفيذ ما في ثغرات. مثلا الآن لحد الآن ما فيش محاكم عمالية. صحيح. وهذه يعني عندنا مئات العمال بل آلاف العمال لهم قضايا مع أصحاب الأعمال. تم الإعلان في أحد السنين في 1/5 يوم العمال أنه رح يكون في محاكم خاصة للعمال. وين الموضوع صار؟ صار الموضوع أنه وقف في كل محافظة قاضي واحد وإله يومين أعتقد في الأسبوع يداول. ولحق إذا بتلحق. بلحقش واحد، لازم تكون محكمة خاصة فيها 3-4 قضاة موجودين. طب وين يعني الاتحاد العام لعمال فلسطين عن كل هذه المطالب؟ يعني إحنا في كل مناسبة لها علاقة في العمال بنتحدث عن واقع العمال، نتحدث عن يعني العمال في مواجهة الاحتلال، نتحدث عن الثقافة كمان للعمال، التزام العمال بالسلامة المهنية، المنشآت أيضا التزامها بالسلامة المهنية، نتحدث أيضا عن محاكم عمالية، نتحدث عن ضمان
تعاون اجتماعي، نحس انه ولا شيء عم بيمشي، يعني علما انه في اشياء ممكن عن طريق الضغط، عن طريق شوي عمل اكثر ما بين الاتحاد والمؤسسات الاخرى انه يتم فيها انجاز. في شيء بيمشي ولكن المشاكل اكثر، يعني مش كثير جدا، يعني نسبة معينة. مثلا احنا الحد الادنى في الاجور قعدنا سنتين نتحاور احنا واصحاب الاعمال. صحيح. سنتين قعدنا، وانا كنت من الناس اللي بحاوروا، وكان الدكتور احمد مجدلاني ايامها وزير كمان رمى بكل ثقله في الموضوع، وسنتين تقنعنا اصحاب الاعمال، ولكن جزء منهم ما كنعش، وجزء من العمال ما كنعش، لكن احنا كنا يعني خير الامور اوسطها. يعني الست اللي في رياض الاطفال او في مصانع الخياطة بتاخذ 500 شيكل و600 شيكل، فاحنا جينا اقترحنا يكون 1450 شيكل. بس هل تم تطبيقه؟ ما هو هذا السؤال، انه تم اقراره، ولكن هل بتم مثلا متابعة التنفيذ، مخالفة مثلا اللي بيخالفوا؟ شوفي، معاقبة في 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 شيء تطبق منه مش كله من ما عدا هذه الفئة المهمشة اللي تحدثنا عنها، سواء الحضانات او النسيج. طيب هو شو بصير؟ يعني انا مرة كنت في أريحة، فاجت ست معلمة حكت لي، قالت لي بيعطوني 600 شيكل وبوقعوني على 1450. يعني شوف هذا، بس ارجوك اوعى تجيب سيرتي او حدا يشوفك، لانهم بطردوني. صح، لانه كمان احنا قاسين على بعض. صحيح، هذا قرار، واحنا في عطل. يوم ما كنا 1450 كنا، هذا مش ثابت، بعد سنه بنطالب بيزيد، واخذنا قرار انه كل سنه تجتمع مشان نعيد النظر فيها. الان مطلوب الاطراف الانتاج الثلاث، الحكومات واصحاب الاعمال والعمال، يجتمعوا ويناقشوا موضوع الحد الادنى من الاجور ويعدلوا فيه ويطوروا. بس كمان نفس الوقت هي المصانع اللي عندنا بتشتغل، الانتاج بتاعها ما بغطي مرابحهم واجور العمال. يعني اجوا عندنا عملوا معنا اجتماع بعد ما اخذ القرار، بقول لك انه واحد يعني ست مثلا او ستات كثار لهم 20 25 سنه بمصنع الخياطه في جنين، اذا بدي اعطيهم تعويض الان بفلس المصنع. قلنا له طيب بسيطه، احنا هاي بنعملها تقسيط مثلا كل 4 أشهر قسط، يعني هل له 30 سنه يا سيدي خليها لسنتين، كل 3 أشهر تدفع قسط. طيب، ووعدوا خيرا، ولكن بقول لك انا كمان ما انا محاصر. هم كمان احنا في عندنا حصار اقتصادي. صحيح. اسرائيل يعني مربطنا، ما هو بدك تصدر شوية بندورة بخلوهن في اسدود تامنها تخرب البندورة وتكبيها. صحيح. يومين نأخروا هذا. طيب، فيعني القصة مش قصة فلسطينية، يعني لو عندنا استقلال وعندنا سيادي على الأرض وعلى البحر وعلى البر والجو ما كان وضعنا بيكون افضل من هيك. مشاكل وعقبات كثيره بتواجه العمال وبتواجه النقابه وبتواجه الدوله وبتواجه الكل. قضايا يعني الاحتلال عاملنا. صحيح. قضايا انه ما نقدر نحمل اللي على اكتافنا، يعني هم ولكن ابدا. صدقيني لو كان عندنا، لو كنا عندنا دوله فلسطينيه مستقله ذات سيادي ما. صحيح. في عندنا بطاله. صحيح. لانه عندنا من المؤسسات الصناعيه والمؤسسات الزراعيه والمؤسسات الثقافيه والصحيه قادره على تغطيه قادرة على تغطية العمالة عندنا. لو شكرا. بس ما دام الاحتلال الإسرائيلي موجود بدنا نقاتل، بس صحيح. نحكي فيها ونقدم دراسات. علينا أنه نبذل يعني أحسن من ما أنه ما نعمل شيء. صحيح. شكرا لك الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم، يسعد صباحك. شكرا لك. شكرا شكرا. مشاهدينا هنا نتوقف مع فاصل ونتابع فقرات فلسطين هذا الصباح لليوم الاثنين. Thank you.
نحن نزرع، أما أنت نحن نبني، فماذا عنك؟ نحن أصحاب الحياة، أما أنت فصاحب الموت. ألا أيها الموت انتفض، وخذ كل ما تريد منه وارحل معه، ودع الحياة لي. صباحكم مشاهدينا من جديد. من العمال، عمال فلسطين، ويعني الواقع اللي بيعيشه العمال الفلسطينيين وكل الصعوبات اللي بيواجهها قطاع العمل في فلسطين بسبب الاحتلال الى موضوع اخر، وايضا الاحتلال ويعني تحديدا الاسيرات في سجون الاحتلال والمعامله القاسيه اللي بينالوها من يعني سلطات الاحتلال، من تحديدا يعني قوات الاحتلال في السجون. 41 أسيرة يقبعن في يعني أماكن مختلفة، طبعا بعد ما كان عدد الأسيرات تنتين في سجون الاحتلال. احنا شايفين يعني حملات الاعتقال المتواصلة اللي يعني بتطال النساء والأطفال والشيوخ، ارتفاع نسبة الأطفال بنسبة 120% حسب يعني ما قرأنا اليوم من الصحف. في هذه الفقرة بنسلط الضوء على هذا الموضوع، ارتفاع عدد الأسرى بشكل عام، تحديدا استهداف النساء الأطفال، وتحديدا نتحدث عن الأسيرات الفلسطينيات في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة. طبعا ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ قدورة فارس، رئيس نادي الأسير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. نتحدث رقم وصل ل 41 أسيرة، منهم في السجون، منهم أسيرة في المشفى، منهم من لازلنا في مراكز التحقيق. أعطينا فكرة عن الأسيرات والتهم اللي وجهت لهم قبل ما ندخل في أوضاعهم وحالتهم اللا إنسانية. بالنسبة للتهم، هي تهم متنوعة ومختلفة. إما حتى الفيسبوك في شيء منهم. طبعا يعني في هناك أسيرتين إداريتين، التهمة تحريض على دولة الاحتلال، يعني موت تحيا فلسطين، هذه كلمة يعني انكتبت وكانت سبب في اعتقال إداري لإحدى هاتين الصبيتين. يعني إسرائيل دخلت في حالة هوس وتتصرف من واقع هوسها ومن واقع شعور كبير بالإحباط من قدرة دولة الاحتلال بكل ما لديها من مؤسسات أمنية وجيش أن توفر الشعور بالأمان لمواطني دولة الاحتلال، وهذا ترجم على شكل إجراءات قهر وقمع وإطلاق نار بمبرر بدون مبرر، إطلاق النار بنية القتل، ثم يعني من لم تطاله الرصاصة وتقتله اعتقال وحشي خلال عملية الاعتقال، تعذيب في زنازين التحقيق، ثم أحكام جائرة، ثم ظروف قاهرة داخل سجون الاحتلال. وما ينطبق على الأسرى ينطبق تماما على الأسيرات. تتميز الأسيرات في أنهن يعيشن تقريبا في جو معزول عن سياق الحياة العامة لبقية الحركة الأسيرة. يعني أحيانا يعني وجود 1000 أسير في مكان واحد هذا يوفر حماية صحيح للفرد، يعني الجماعة توفر حماية للفرد، بينما حين يستفرد بعدد قليل من الأسيرات دون أن يكون لهن أي تواصل مع بقية زملائهم من الأسرة يجعل الحياة أكثر صعوبة. عندنا حديث عن يعني الأوضاع بشكل عام في السجون، وتحديدا يعني احنا تحدثنا انه يعني عدد السجينات او عدد الأسيرات وصل لاثنين، وبالتالي كان في إغلاق لبعض المراكز. الآن مع ارتفاع هذا العدد وين عم بيوضعوا هذول الأسيرات؟ كيف الأوضاع الإنسانية اللي بيكونوا فيها؟ هو الأسيرات بشكل دائم موجودات في سجن هشرون، وهذا السجن فيه متسع يعني
للعدد الموجود حاليا. لكن بالنسبة لظروف هذا السجن أنه سجن يعني أنه مبنى قديم، أن الأسيرات لهن احتياجات خاصة لا تتوقف إدارة السجون عند بعض الاحتياجات وبعض المتطلبات. أي سجن حين يستقبل عدد إضافي، يعني مثلا في سجن النقب رغم أنه عدد السجن أكثر من 1000 أسير، وصول مثلا 100 أو 200 أو 300 أسير إلى 1000 أسير يحدث حالة من الإرباك لكيفية استيعابهم وتوفير بعض المتطلبات الأساسية. فما بالنا هنا بالنسبة للأسيرات ارتفع العدد 3 أو 4 مرات في زمن قياسي، في هناك احتياجات لا تلبى، وبالتالي يعني وصول برضو أسيرات قاصرات يحتاجنا إلى رعاية خاصة. الأغطية والملابس والكانتين هذه يجب أن توزع على الجميع بالتساوي. حين يعني في 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 هذا الوقت القصير ستمر فترة على الأسرة كافة وعلى الأسرات بشكل خاص والأشبال أيضا، تكون الحياة صعبة. إذا أخذنا بعين الاعتبار أننا مقبلون على أو دخلنا في فصل الشتاء والبرد الخارص، وهذا الأمر سيجعل الظروف أكثر تعقيد وأكثر صعوبة. عندنا أيضا أسيرة في مستشفى هداسة، هي الأسيرة حلوة حمامرة، وما يميز يعني الأسرة خلال هذه الفترة منذ بداية شهر أكتوبر أنه أصبح عندنا عدد من الأسرة الجرحى، سواء سيدات نساء وأطفال وشباب، فيما يتعلق بوضعهم داخل المستشفيات وزيارة المحامين لهم، شو الأخبار الواردة من هناك؟ يعني الأخت حلوة تجاوزت حالة الخطر ولكنها ما زالت في المستشفى. هناك أيضا طفلة موجودة في سجن نيفيترتسا، وهذا السجن كان قديما كانت يعني تقطن فيه أسيرات أو تحبس فيه أسيرات فلسطينيات، ولكن استخدم منذ سنوات طويلة فقط للجنائيات. وضعت 3 طفلات في هذا السجن، نقلت استبرك نور و مرح باكير، نقلنا إلى هشرون، وبقيت جهان عريقات في هذا السجن. طبعا هذا السجن يعني وضع مأساوي، والجنائيات يشتمنا ويحاولن الاعتداء، يعني إذا تمكنت واحدة من الوصول إلى أي أسيرة يعني حدث اعتداء بماء ساخن أو بشتائم وما إلى ذلك، فالوضع ظل صعب، وإحنا يعني قلقين على جهان إلى أن تنقل عند بقية زميلاتها. يعني في هذه الأثناء كل العالم بتحدث عن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين، يعني مش فقط عنف المجتمع وإنما عنف من نوع آخر، عنف الاحتلال هو الأقصى، هو الأصعب، واللي بيطال كل الأفراد، وتحديدا يعني بتحدث عن فئات النساء والأطفال. كيف ممكن استغلال مثل هذه الحملات في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا؟ وإحنا بنشوف ومنتابع أنه هذه الحملة تحديدا إعلاميا يعني إلها صدى كبير في كل الدول العربية في كل العالم، تسليط الضوء على قصص لنساء عانينا أو ما زالوا يعني يعانون، ويعني عم تأخذ صدى هذه الحملة. كيف ممكن استغلال هذه الحملة تحديدا اللي بتستمر حوالي 20 يوم لنتحدث عن هذا الموضوع؟ يعني صار عندي شعب فلسطيني خبرة في عرض روايته وقصته وحكاياته مع الاحتلال، وبالتالي يعني موضوعيا احنا في حملة مستمرة ودائمة. يعني كل مؤسسات الشعب الفلسطيني، قبل قليل كنت تتحدث عن العمال وهناك فئات أخرى، الفلسطيني حيثما توفر منبر لعرض قصته وما يتعرض له من جرائم يتم عرضها. لكن يعني يجب استغلال مثل هذه المناسبات بكل تأكيد العالمية، بكل تأكيد الحملات تتوفر لنا مناسبات كثيرة أن نطرح الموضوع الفلسطيني، لأن على الصعيد الشعبي صار بشكل ملحوظ أن هناك تحولات في الرأي العام في مختلف دول العالم تجاه إسرائيل. ظلت المشكلة الأساسية في المنظمات السياسية الكبرى وفي الدول، يعني أن تتحول المواقف الشعبية إلى موقف رسمي للدولة، وهذا مرتبط بشبكة المصالح. طبعا هذا يجب أن لا يحبطنا، يعني المفروض إحنا فيش عندي شعب فلسطيني خيار غير أن يستمر في يعني خوض معركة مع الاحتلال في كل جبهة تيسرت أو في كل جبهة يفتحها الشعب الفلسطيني يبادر تكون في يعني في قدر من التوازن، غير الجبهة المفتوحة هنا مع الاحتلال من خلال يعني نضال وثبات الشعب الفلسطيني. نعم. قبل ما ننهي لازم أسألك عن الأسير محمد الخيقي اللي منع من زيارة محامية وأضرب عن الطعام، شو المعلومات الواردة عن محمد وعن موضوع عدم سماح قوات الاحتلال لزيارة محامية؟ يعني أكثر من مرة يعني بتم التمديد ويقال أن المخابرات طلبت
من القاضي تمديد بدون وجود المحامي منعه من لقاء المحامي، القاضي يصادق، علما باننا كنا استصدرنا قبل حوالي شهرين قرار يعني يعيد النظر في هذه السياسه منع لقاء المحامي، لكن حتى الان لم تطبق. الاخ محمد يعني رفع صوته وسمع احد المحامين انه مضرب، ووجد في البروتوكول ما كتبه القاضي انه افصح عن بدئه في الاضراب ابتداء من 25/11 الماضي. نحن قدمنا استئناف على منع لقاء المحامي وسنتابع قضيته الى يعني نجد حلا، يعني معناها هذه يعني مش الحاله الاولى، بس كونه صحفي وممنوع من لقاء محامي ومضرب عن الطعام في نفس الوقت، هذا معناه انه يتعرض الى تعذيب. صحيح. يعني تعذيب واضراب عن الطعام هذا يعني خطر. يعني مبعث قلق. صحيح. بالنسبه لنا ارجو خلال اليومين القادمين ان نجد يعني سبيلا لمعالجه قضيه الاخ محمد. شكرا لك السيد قدوره فارس رئيس نادي الاسير، ويسعد صباحك. شكرا لك مره اخرى. الى هذه الفقره لزميلتنا سلوى ياسين من غزه واعاده بناء الاثار، قصه تابعتها سلوى مع هذا المواطن من غزه، خلينا نتابع. بيده إبرة بواسطتها يشكل بكل حرفية وإتقان قطع من الرخام على شكل حجر روماني قديم، وفي غرفته الصغيرة يقضي جل وقته ليبدع في إنتاج هذه اللوحات الرائعة. نافذ عابد وامتهانه لثلاثين عاما، حرفة تعود لعصور قديمة. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا. كان عمري يمكن 25 عام، بديت أشتغل على عمل لوحات من الموزايك الفسيفساء. طبعا أنا بقوم بتصنيع لوحات اللي هي حبيبات الفسيفساء وعجنها وتقطيعها باللي هي اضطرابات بالألوان المعتقة، بكنت بأنتقي اللي هي الصور أو من المراجع ومن الكتب ومن المواقع الأثرية وبقوم بعملها. الشغل الثاني اللي هي عمل اللمب الأسرجة الفخارية، بأطحن اللي هو الفخار القديم بأمزج ومعطين الصلصال اللي هو الحديث، بعد تصفية وتنقيته من الشوائب بقوم بعمل اللي هي اللمب الأسرجة الفخارية. طبعا عندي مراجع إسرائيلية وفي كتب، وعن طريق اللي هو النت طبعا بطلع اللي هي الصور والمراجع كمان على أنها تساعدني. بعملها بأحجامها وبالطول العرض الارتفاع بتلوينها وبتعطيقها. أجل الخبير الفرنسي عندي لعندي للبيت، في كان عندي بعض المطارات البيزنطية موجودة، كانت الغرفة عندي كرميد في الأول في 94، فأنا جابوا الشباب لعندي أعطيته قطعة فرج فيها أول مرة بتعرف عليه، فبحكي لي هذه لا هذه بيزنطية بوضع فيها الزيت السري للكنيس حافظ عليه، هذه أورجينال 100%. فأكدت عليه أكثر من مرة، فأنا بحكي له الفت نظرك للاتجاه الثاني، فنظر شاف حوالي 20 قطعة منها ذهل، فمسك شعره وقاعد يتكلم بالفرنسي مش ممكن، هجم علي ببوس فيه بحكي لي لا مش ممكن، لا 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 مش ممكن انت بتعمله. فأنا حكيت له بشغل إيدي، فأعطيته كمان قطعة هي موجودة لحتى الآن عندي اللي هي مرسوم عليها الأرنب والنخلة هذه، بقول هذه أورجينال، قلت له شغل إيدي، قال لي لا، قلت له ابني جيب الديسك أنا بدي أحرق بدي يعني أقص منها بالديسك عشان يعني أثبت لك إنه في 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 بداخلها شبك. فقال لي لا خلاص بكفي، يعني في أكثر من في أسرجة عملت كذا عملت شغل فذهله، يعني بقول لك الشعب الفلسطيني مش ممكن
أي إنسان يخرج ولا متعلم ولا يكون بإيده بيصطع بالمهنة يعني بالذات تقليد الأطار، مش ممكن واحد في الشعب الفلسطيني يتقن تقليد الأطار، حتى في أوروبا صعب. مشاهدينا الكرام، راح يتحدث لنا اكثر ابو محمد عن اللوحات اللي طبعا صنعها بايده. ابو محمد، طبعا اكيد لكل لوحه مناسبه معينه، اشرح لي عن هذه اللوحه. خريطه القدس، هذه بتمثل خريطه القدس في مدينه مأدبه. مدينه القدس في مأدبه، The map of Jerusalem of مأدبه. طيب اشكال المدينه بالمباني في مأدبه. اللوحة اللي جنبها، اللوحة اللي جنبها هذه موجودة في إيطاليا في نابولي. بتعرف الشغلة، الجزء العلوي بيمثل البط وفوق في المياه بيسبح وبيطلع الأعشاب، بنزل بكل الأعشاب. وفي الجزء السفلي موجود اللي هي الطيور والقواقع والأسماك، يعني بتأكل وعايشة تحت الماء. صح، هنا موجود اللي هي البوابات، بوابات المدن الفلسطينية الموجودة بالأردن بعمان. هذه مثلا اللي هي بتمثل بوابة مأدبة، هنا بوابة نابلس موجودة، هنا بوابة أشكلون اللي هي عسقلان، هذه بوابة غزة، بوابة كيسارية، بوابة سباستيا، بوابة القدس. في عنا اللوحات هذه اللي هي بتمثل الكيتشن، مطبخ جباليا للكنيسة البيزنطية الموجودة بغزة بجباليا، اللي هو المطبخ الحياة اليومية، صحن أكل اللي هو الخوخ، طبق البوص، التراث، تراثيات الحصاد اللي هو قطف العنب، شغلات البوص، مناظر، ديكورات اللي هي عندهم، هنا الأكل صحن فيه الأكل تبعهم، هنا التراث اللي هو الحصاد اللي بسموه بالمنجل يعني قطف العنب، هنا اللي هي ثمرة الرمان. كيف ممكن نعرف استخدامك للأحجار الصغيرة وطبعا رصفها جنب بعض؟ يعني حدثنا أكثر عنها وشو المتاعب اللي ممكن. حبات الفسيفساء طبعا هي بتنعمل من خليط من الأسمنت الأبيض إضافة إلى طبعا الاضطرابات اللي هي الالوان الالمانيه الاصليه بكميات يعني معقوله بحسب اللون. طبعا بنضاف لها الرمل الناعم والكوارص، بنخلط فيها، بنمزجها في بعضها. طبعا بنقوم بعد ما بتجف شوي يعني بنقوم بتقطيعها وبنضعها في الميه على اساس انها تقوى، وبعد هيك طبعا بنحط لها الجيلاتين او الغراء البيضاء بننشرها عليها حسب الصوره او المنظر اللي احنا بدنا نعمله. طبعا يعني راح تحكي لي اكثر عن هل في تمتلك اثار حقيقيه موجوده؟ لا قليل جدا، يمكن بعض المقابض او شغلات او شغله يعني فخاره مكسره، فخار روماني، مكسر فيه يعني فوهات يعني زي يعني فوهات صغيره او ما فيش، شغلات بسيطة قديمة بس مكسر يعني كله صناعة تقليدية كبرى طبقا للأصل. هذه في اللي هي العملات، العملات هذه احنا ما عطناهاش حقها، هذه عملات مقلدة شكل يعني ولا واحد يعني عندي بيجوا يعني الأجانب عندي ولا واحد بيفكر انها تكون هذه جديدة، كلها قديمة. ما فيش بقولك لا هذا مش مزبوط حكيك انت، شايف على مر العصور اللي أتينا هنا عندنا في الاسكندر. لحظة شوي، هذه العملات اللي هي الأتنة هذه اليونانية، هذه الملكة أتنة اللي هي المسمين المدينة حاليا فيها اللي هي اليونان، هذه الأتنة، هاي الاسكندر، الاسكندر الأكبر، هيو الاسكندر الأكبر اللي هي برضو هنا، في عندك اللي هي العملات الرومانية. يعني عفوا احنا لا مش بالكبر ومش بالصور، يعني احنا عندنا مثلا بنقول ايه اجورا نص شيكل، شيكل خمسة شيكل 10، كل شيء له قيمته. على نفس النهج نفس النظام.
هذه مرأة من العصر الروماني. جميلة جدا. حجر طبعا. الإطار حجر. هذا القوارير كلها. طب هي عبارة عن سوق. ما بعرف ممكن إناء شغلات يعني صغيرة. أنا عتقت يعني كان في عندي قطعة بناء عليها اشتغلت عليها يعني عملت فيها. عتقت. قديش بتاخذ منك وقت يعني؟ لا كل هذه يمكن ممكن هذا أنا بفحرها يمكن بيومين. هذه يمكن بدها أسبوع شغل. كل قطعة ولها يعني القطعة لا لا مثلا القدس هذه ثلاثة أسابيع أخذت معي وقت يعني تأخذ صعبة صعبة جدا طبعا كل الألوان في بعضها مخربشة وكذا وأبراج وبيوت وشغل نصيقك للألوان ودمجك لها وطبعا إظهار مسافات يعني البعد والقرب هي برضو كمان بدها فن وإبداع يعني. صحيح صحيح يعني عفوا يعني ظل الألوان الظل تبع الالوان تختار الالوان مش يعني الالوان فقط ما بتمشيش يعني تختار الالوان المعتقه بحيث انها تعطي طابع تراثي وتاريخي وهي اللي تعطيك يعني الناظر ينظر لها يعتقد انها يعني هي يعني اثريه صحيح هذه الجره يمكن كانت 50 قطعه وجمعت هذه قديمه هذه قديم خذت 50 قطعة مسكتها بس ما تقعدش على الأرض شو كانوا يحفظوا فيها هذه هذه للتصدير 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 عفوا ما فيش كان قمح شعير نحكي حبوب كل أنواع يعني ممكن زيوت يحطوا فيها لشيء للتصدير بغلفوها من هنا بورق الكتان أو بورق وبسكروها ومع السلامة بتطلع طبعا في عنا هون رسومات ويعني تبدو انها رسومات رومانيه او من وين استوحيتها وكيف اخذت الصوره جميع الصور او المنحوتات الموجوده على الحجر هذه موجوده في مراجع اللي هي في الكتب عندي من معهد العلامه العربي او في عندي كتاب اللي هو من اللوفر في عندي كتب من متحف أرلس طبعا من المراجع عندي مراجع اللي هي أجنبية موجودة فيها هذه يعني وجهات صور منحوتات لبعض لتابوت روماني والتاني كمان لتابوت روماني موجود صورة منحوتة للإسكندر المقدوني هذه موجودة برضو في كتاب برضو يعني هو فرنسي موجود عندي هذا روعة اللوحة بتمثل إشي كبير يعني قوة التور القضاء على التور بضربه بطعن والحية بتسحب قاعد الحية بتسحب تشفط في الدم تبعه الكلب قاعد بخنق في التور أنا موجودة عقربة بتقرص فيه يعني كمان بتشد فيه يعني من كل النواحي أنا وحاطط السطرة عليه وهيك كمان يعني رغم انه بطعنه كمان في كمان الشبري او خنجر ثاني معه موجود رائع جدا طب لماذا يعني شو بيمثل وجود التور هنا وجود لوحة فيها تور فيها كتابة رومانية انا مش عارف لانه في كتاب انا حبيت اللوحة هذه بس انا مش عارفها بصراحة في شغلات انا يعني موجوده عندي لكن انا مش بالفرنسي مكتوب مش عارفها انا يعني بس سؤال اخير حيكون الادوات اللي انت طبعا ابو محمد بتستخدمها في نحت لحتى تطلع معك اللوحه باتم جمالها وروعتها الادوات اللي انا بستعملها ادوات بدائيه يعني كانوا في كمان القدماء يعني خلينا نحكي من 3000 او من 2000 او من 2500 سنه نفس الادوات اللي انا بستعملها يعني فر الكماشه يعني اللي هي راف يعني خلينا نقول بدائيه الفرشايه مشرط سكين انفك يعني ابر القلم الزميل البريش منشار هاي كل القطع اللي انا بستعملها شغلات بدائيه ما فيش غيرها شكرا كثير محمد
فيك. هو شغف قاده إلى هذا الإبداع لينتج لنا لوحات بهذا الإتقان. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام فقرتنا. تحياتي وإلى اللقاء. كانت معكم سلوى ياسين لبرنامج فلسطين هذا الصباح. إذن مشاهدينا، فاصل قصير ونواصل محطاتنا. نتحدث بعد الفاصل عن العنف ضد النساء، وهيك يعني إحصائيات صدرت عن النيابة العامة. هذه هي الإحصائيات لها علاقة بالعنف ضد المرأة، نتحدث طبعا عنها وعن دور النيابة العامة في التعامل مع هذه القضايا. خدمة التلفزيون التفاعلي من مدى، مدى تي في. تميز الآن مع باقات مدى بلس والإنترنت فائق السرعة لتحصل على جهاز مدى التفاعلي. شاهد أكثر من 200 محطة تلفزيونية عربية وعالمية، وأكثر من 1000 فيلم ومسلسل عربي وأجنبي وأفلام الأطفال. تابع أهم الأحداث الرياضية من خلال 40 محطة رياضية عالمية، محطات تلفزيونية محلية، محطات الراديو العربية والمحلية. وابقى على تواصل مع الإنترنت مباشرة على شاشة تلفازك. قم بوصل جهاز مدى التفاعلي مع شاشة تلفازك وتمتع وعائلتك بمشاهدة ما لم تشاهده من قبل. للاشتراك بباقات مدى بلس وتلفزيون مدى التفاعلي اتصل الآن 1-700-36-35 www.meda.ps. روحك أعطي لحناً تمنح للكون بسمة، من قلبك أعطي فرحاً تهدي للدنيا زهرة، نعطي أملاً نلقاه نرسم للحلم صور. الوطني موبايل، نعطيك أكثر وفيك بنكبر. انضم اليوم لعائلة الوطني موبايل. أهلا بكم مشاهدين عند الحديث عن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة. نستضيف هنا دارين صالحية، رئيس نيابة النقد والعدل العليا، رئيس وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دارين. وحتى ندخل في الموضوع مباشرة، يعني يوجد الآن لدينا محاكم مختصة في التعاطي مع قضايا النساء، مشاكلهم، القتل، جرائم العنف، وبالتالي يعني هناك نصيحة للنساء للتوجه إلى هذه المحاكم لرفع القضايا الضرورية في هذا السياق. صباح الخير. ابتداء ما في عندنا محاكم مختصة بقضايا النسائية أو بقضايا العنف ضد المرأة، عندنا نيابة متخصصة. النيابة العامة من سنة 2014 تم تكليف 14 وكيل نيابة عامة للتحقيق والترافع في قضايا العنف ضد المرأة. كانت مهمتها هذه اللي هي تسليط الضوء على القضايا العنف الأسري بشكل عام اللي ارتفع بوتيرة كتير عالية، بالإضافة لقضايا قتل النساء سواء كانت قتل تمهيدا لارتكاب جريمة أو بالنسبة لقتل بما يسمى قضايا قتل الشرف، مع عدم المصادقة على هي التسمية لأن القتل هو قتل. وبالتالي من 2014 بعد تقرير صادر كان عن UNDP بين أنه ارتفاع نسبة الثقة والطمأنينة للجوء
للمحاكم العادية هو منخفض بالمقارنة مع اللجوء للعشائرية أو اللجوء للمحافظ. وبالتالي هي أعطت ألارم، يعني أعطت تنبيه مهم أنه لازم يتم تغيير سياسية أو تغيير استراتيجيات التحقيق في النيابة العامة. لذلك النائب العام ارتأى لأنه يتم تخصيص 14 وكيل نيابة تم اختيارهم بناء على أسس محددة ولم يتم اختيارهم بناء على أسس عشوائية. بالإضافة لل 14 تم تفعيل وحدة النوع الاجتماعي بمكتب النائب العام اللي هي بتعنى في المراقبة والإشراف على جميع التعامل بجميع هاي القضايا. القضايا العنف، بنحكي العنف المرأة، العنف الأسري. أيضا النيابة العامة اشتغلت على هيكلية تنظيمية لإنشاء نيابة عامة متخصصة للمصادقة عليها من قبل الجهات المختصة اللي هو المجلس الوزراء. وبالتالي في عنا رسالة بدها تطلع من النيابة العامة للمرأة المعنفة انه في حدا بيسمع صوتك. مرأة معنفة سواء كانت ضربة كف او جريمة قتل، التعامل معها بجدية، بسرعة، بمهنية، بسرية، بحيادية، لانه احنا بنعرف انه في كتير من القضايا المرأة بتلتزم الصمت فيها على انها تروح للجهات المختصة. من الممكن لانه ما في تمكين اقتصادي لإلها، ما في تمكين نفسي لإلها، بالاضافة انه بتقولك انا اروح والناس يعرفوا كلهم قصتي، لا انا ما بروح. ثقافة المجتمع بالزبط اللي بتمنع النساء من التوجه، يعني سواء في هذه القضايا أو حتى في قضايا كتير أبسط من طبعاً. هيك إذا متحدث عن أبرز الإحصائيات اللي صدرت من عندكم، متحدث عن يعني هذه الإحصائيات بمناسبة العنف العالمي ضد المرأة والحملة العالمية اللي يعني لكل العالم في يعني هذول 15 أو 16 يوم يعملوا فيها على إظهار يعني أبرز القضايا اللي بتعاني منها النساء في مختلف المجتمعات ومختلف الدول. يعني إحنا سلطنا الضوء، حبينا نسلط الإحصائيات لعوام 2013 2014 2015 على قضايا العنف، لكن احنا حبينا نسلط بالضوء على قضايا القتل. قضايا القتل هي فعلا انها قضايا بشعة، والقتل هو قتل سواء كان لمرأة او لطفل او لرجل، لكن حساسية هاي الاحصائيات بتشير لانه بال 2013 كان في عنا 12 امرأة اللي هي 11 قضية قتل، لانه كان في عنا امرأتين تم قتلهم في نفس الملف، بينما عدد الاجمالي لقضايا قتل النساء في 2014 برضو كانت 12 امرأة. بال 2015 حتى أواخر حتى تاريخه كانوا 6 نساء. هلأ اللي عملنا الإحصائيات بالمجمل الإجمالية تبين عنا أنه عنا 32.4 من قضايا القتل عام 2013 من أصل 34، يعني بمعنى سجلنا في النيابة العامة 34 قضية بلغ قضايا قتل النساء فيها 12 امرأة، وبالتالي بتشكل 32.4%. في 2014 كانت 45 قضية قتل، وصلنا زي ما حكيت 12 قضية قتل للمرأة، وبالتالي 31.1%، بينما 2015 وصل عنا 47 قضية، عنا من 6 قضايا، وبالتالي 12.8 بالمئة. عدد القضايا بشكل عام لكن انخفضت. لا احنا عنا ارتفاع ان حسب النسب اللي هون بعطينا انه ارتفاع بشكل مجمل بقضايا القتل، بقضايا القتل، لكن قضايا النساء انخفضت. اذا احنا طلعنا 32% كانت قضايا قتل النساء مرتفعة. مرتفعة لأنه ممكن أنه إحنا نوعزلها أنه قبل بداية التخصص في النيابة العامة، لأنه التخصص في النيابة العامة هي عبارة عن التجربة الشمولية متكاملة، توزيع الأدوار ما بين الشرطة، ما بين مؤسسات المجتمع المدني اللي تتعامل مع المرأة بشكل مباشر، ما بين النيابة العامة، ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية، ما بين وزارة شؤون المرأة، المؤتمرات الحالة ودرجات الخطورة، مقياس الريسك أسيسمنت اللي هي مقياس الخطورة على المرأة. هذه كلياتها بتقدر تعكس بالمحصلة النهائية إنه كنا 31% صرنا 12%. فبالتالي الارتفاع إحنا بنقدر نحكي إنه شو أسباب الارتفاع قضايا القتل. ممكن إنه إحنا نوعزها ابتداء، إحنا دائما بنحكي القضايا اللي إحنا دائما بنحكيها إنه الاحتلال بيلعب دور، لأنه في عندنا قضايا منطقة سي اللي إحنا ما بنقدر نوصلها. الاحتلال أدى انعكاسه على المعدل الاقتصادي، يعني كمان صار الواحد فقر البطالة. فقر البطالة. بالإضافة كمان أهم من هيك إنه المرأة دائما بتفضل إنها تسكت. يعني إحنا عنا
التربية اسكتي وارتاحي وقعد عند جوزك، ما حدا احسن من العيلة. وبالتالي هي بتضطر انها تسكت عشان تقدر، لانه ما في تمكين. فاحنا بنشتغل عملنا على التمكين، وعشان هذا الحكي عملنا مذكرات تفاهم مع اكثر من مؤسسات المجتمع المدني، مع الوزارات، مع الشرطة الفلسطينية، عشان نرفع مستوى معدل الخدمة اللي بتقدمها النيابة العامة. دخل الأسرة بنعكس على المرأة. طبعا يعني احنا ما بدنا نحكي عن العلاقة بين المعتدي والضحية. يعني يمكن اشي صادم لكم انه 84.3% كان المعتدي اللي قتل من داخل الأسرة، وإحنا ما نحكي من داخل الأسرة اللي هي درجة القرابة الوطيدة، يعني أب أخ سلف عم. فيعني عندنا مشكلة دائرة الصغيرة. لكن في حين أنه 9.4 المعتدي كان خارج الأسرة. هون خارج الأسرة أنا بحكي اللي هو داخل الأسرة لكن من الحمولة. 6.2 تسجلت ضد مجهول، لأنه كانت كتير في جرائم بتم ارتكابها إما تسهيلا لجنائي، يعني بثبت عندنا مثلا أنه تم القتل عشان خلفية السرقة لكن الفاعل مجهول. فهذه الأرقام من الممكن أنها تعطينا ألارم أنه لازم يكون في سياسات واستراتيجيات على المستوى داخل العائلة، داخل العمل النيابة العامة، داخل المؤسسات الحكومية. لما احنا بنحكي عن قانون عقوبات 16 سنة 60، انا برأيي هو قانون بالي، لانه قانون بالي لانه بتحكي عمالك عن 16 سنة 60، ما كان في عنا جرائم إلكترونية، ما كان في عنا معاكسات هاتفية، ما كان في عنا كيف تتعاملوا مع هاي القضايا الجديدة؟ اصلا المجتمع اختلف من 60 لليوم، مش متضمنها يعني. لما عندنا هلا قضايا مثلا ابتزاز او قضايا الإلكترونية او هاي القضايا اللي تحدثتي عنها، الاتصالات وغيرها، والقانون مش موجود فيها، طب كيف تتعاملوا مع تكييفها؟ بيتم تكييف التهمه، ممكن تكييف التهمه بما يتوائم قانون العقوبات، لانه عندنا مبدا انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. لكن في عندنا اشكاليه انه حتى لو لقينا التكييف القانوني، بتلاقي قانون العقوبات 16 سنه 60 بيحكي لك مثلا غرامه 5 دنانير. طب غرامه 5 دنانير هي غرامه غير راجعه. طبعا اشتغلنا على مشروع قانون عقوبات، اللي هو مشروع قانون خاص، اللي هو قانون الحد من العنف الاسري، لكن هلا هو موجود على طاوله رئاسه الوزراء، ونتأمل أنه يتم زمان له على الطاولة. دارين يعني بنحكي عملنا بيمشي في القنوات التشريعية، لازم ينعرض على مجلس قبل مجلس الوزراء، لازم ينعرض على وزارة العدل، وبالتالي بتم هلأ موجود على رئاسة الوزراء. لكن أنا برأيي أنه لازم يكون في قانون خاص. ليش؟ لأنه إحنا ما بس بنحكي فقط عن عقوبات، إحنا بنحكي عن تدابير حماية، ونحكي عن تدابير وقائية. يعني في كتير من القوانين بدول المجاورة اللي هي بنشترك معاها في نفس العادات والتقاليد والأصول والمجتمع، بتحكي عمالك عن مثلا أوامر الحماية، أوامر الإبعاد. فهي كتير مهمة. أنا بالعكس، ليه أنا تكون واحدة ست مضروبة عندي وأنا أطلعها من بيتها هي وولادها؟ لا، أنا ببعد المعتدي على أساس أني أنا فعلا أعطيها، أقولها أنه إحنا سمعينك وإحنا موجودين. دارين، تحدثنا يعني عن انخفاض بنسبة القتل تحديدا الموجه ضد النساء، وإحنا يعني شفنا خلال يعني العام تحديدا الماضي كان في ارتفاع شوي بعدد النساء يعني اللي قتلوا. لما نتحدث عن يعني انخفاضها عندكم في النيابة، هل هذا بدل على إشي؟ هل هذا بدل على الإجراءات مثلا اللي تتبع في النيابة؟ طبعا يعني مش بس نحكي عن النيابة العامة، لأنه نحكي عملنا عن عمل تكاملي، أدوار تكاملية. يعني لما بنحكي عن نظام التحويل الوطني على سبيل المثال، نظام التحويل الوطني أنا في عندنا كنيابة عامة عندنا مأخذ عليه، لأنه هو حكى عن 4 قطاعات: قطاع صحي، قطاع اجتماعي، قطاع أمني، لكن ما أعطاش عن القطاع القضائي اللي هي النيابة العامة والقضاء. لكن إحنا النيابة العامة باعتبار إنه إحنا بنشرف على أعمال الضبطية القضائية، إحنا عمالنا بندخل حالنا في هذا الموضوع، نحشر حالنا. لما أنا بتعطيكي ارتفاع وانخفاض، بعطيك قديش الاعداد الادوار، هل هي ادوار متكامله ولا مش متكامله. يعني انا اذا اعطيت الشرطه على سبيل المثال انها تحمي، طب ما هي الشرطه معاها 24 ساعه فقط لا غير عشان تتعامل مع الملف. لما بدها تحول ملف للنيابة العامة، مش معقول انه الشرطة ضلها متابعة الموضوع وهو الملف موجود بين ايدين النيابة العامة. فعشان هيك انا بقول لك هون بيعكس على الادوار التكاملية. لما انا صرنا كنيابة عامة ندخل في المؤتمر الحالي عشان احنا نحدد قديش درجات الخطورة، وما نتركها بس فقط في 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 جهة واحدة او في منطقة واحدة، ونحشر الست في منطقة نقولها اشكي، روحي تقدمي بشكوى. لكن انا بالمحصر النهائي ما راح تسقط الحمايه، انا بعرف انها راح تسقط الشكوى تبعتها، لانه ما في متابعه، ما في حمايه لها، والمعتدي راح يطلع.
فلما المعتدي رح يطلع إذا كان هو ضربها وانحبس 15 يوم رح يطلع يقتلها أو رح يطلع يؤذيها. فبالتالي إذا إحنا بنحكي هاي النسب عمالها بتعكس الأدوار التكاملية. النيابة العامة في إلها رسالة، يعني لما إحنا بنعمل الإحصائيات وبننشر في عنا كانت رسالة، ورسالة كتير مهمة. رسالة داخل مؤسسة النيابة العامة إنه إحنا كنيابة عامة لازم يكون في عنا حشد ومناصرة لإقرار النيابة العامة المتخصصة، ليكون إنه إلها اختصاص في جميع النيابات. بالإضافة رسالة خارج المؤسسة للمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إنه يجب إنه يكون في عنا أدوار تكاملية تشاورية، وبالإضافة إنه يجب إنه يكون في عنا قانون رادع وقانون خاص، والأهم من هيك يتوجب أن يكون في عنا قضاء متخصص للتعامل مع هاي القضايا. لأنه إذا ما كان في عنا قضايا متخصصة هذا الحكي بيعكس على أنه القاضي رح يتعامل مع الملف زيه زي أي ملف تاني، زيها زي أي جريمة قتل، وبالتالي من الممكن أنه يستعمل أسباب مخففة اللي هي حسب المادة 99. ممكن أن أنا بس أشير أنه الوتيرة هاي كمان ممكن أنها أدت أنه القرار الصادر، قرار بقانون صادر عن فخامة الرئيس اللي هو عطل المادة 340 وعطل المادة 98 اللي بالنسبة للعنصر المحل، فصار أنه ما في الأخذ على خلفية الشرف، ما يسمى خلفية القتل بالعذر خلفية المخفف. الشرف بالعذر المخفف، صار القاضي يدور على إسقاط الحق الشخصي بأسباب مخففة. وبالتالي هون لازم إحنا نرفع الوعي عند جميع الفئات، جميع النظم العدالة، على أساس إنه إحنا فعلا نقدر مش نحد من الجريمة، لكن نعمل وقاية ابتداء من الجريمة وبعدين من ثم أكيد. نحد من الجريمة. مشكورين دائما على هذه الجهود، وأكيد هذه الإحصائيات مؤشر يجب التعامل معه أولا وأخيرا. دارين صالحية رئيسة نيابة النقد والعدل العليا، رئيس وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، أهلا وسهلا فيك. أهلا، شرفتينا دارين. شكرا لك، يسعد صباحك. صباحك. تقرير لزميلتنا ميساء عياد اللي رافقت مجموعة من المتسلقين هذه الرياضة حديثة العهد في فلسطين، تحديدا في مرتفعات عين سينيا. صباح الخير لكم مشاهدينا، اليوم راح نعيش تجربة ومغامرة جديدة اللي هي التسلق على الصخور اللي بدأ فيها مجموعة من الشباب والخبراء الأجانب. راح نتعرف سوا إحنا وياكم على هاي المغامرة، خليكم معنا. بلشنا قبل سنتين مع الفكرة تقريبا، بس انتقلنا هون قبل سنة ونص. الهدف تبعنا بدنا نفتح الأول نادي تسلق داخلي في رام الله، بس كمان بلشنا مع التطوير برا ونجيب معنا رحلات مرة مرتين في الأسبوع. ومن شهر واحد أجا معنا أكثر من 1400 شخص. أنا مبسوط عشان في كثير ناس بيشاركوا معنا بحبوا التسلق، مثلاً بتشوف الشباب اللي بتسلقوا معنا في مجتمع، صارت مجتمع في فلسطين المتسلقين. أنا لي تقريبا 5 شهور بمارس هاي الرياضة. بالبداية كان في خوف، لأنه بالبداية بكون واحد جديد برضو بكون خاف، عندك الحبل مثبت بالصخر زي ما شفته بشناكل وبراغي جنبه. هلا بالبداية بكون عندك خوف إنك توثق بالحبل وتوثق بهاي البراغي، لأنه أنت بالبداية جديد. لما بتصير تتدرب مرة على مرة بصير ثقتك بالحبل بالبراغي بالصخر أكثر، فبنكسر حاجز الخوف عندك. تفعليا ما بتصير تتسلق
يعني كويس إلا بعد ما تكسر حاجز الخوف من هذا الموضوع. استفدنا من إنه يعني الواحد يوم يكون رايح يتسلق أو إشي إنه يكون حذر هو يمشي، إنه فيه في كل إشي فيه مخاطر. ويعني الرياضة حلوة بالنسبة للرياضات الثانية لأنها خطرة بس حلوة يعني كمان آمنة كتير آمنة. سعد صباحكم من جديد مشاهدينا. طبعا هذه اللقطات لجيداء الربيع، جيداء الربيع هذه المهرة التي حصدت المركز الأول في بطولة العالم لجمال الخيول العربية. طبعا احنا بنشاهد عمالنا جيداء الربيع عبر الشاشة. جيداء الربيع يعني اللي عمرها سنة واللي حصلت يعني في هذه البطولة على معدل 92.8. ملكة جمال يعني عندنا جيداء، عندنا صاحب المهرة جيداء ملكة الجمال أستاذ أشرف ربيع. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني جيداء والدتها أيضا يعني في نفس الأسياق، شداء الربيع وأخوها مجد الربيع أبوها مجد الربيع، يعني كلها عائلة جميلة وبإشرافكم. أعطينا فكرة أكثر عن هذه العائلة. أوكي، أول شيء صباح الخير لكم ولفلسطين وحبايبنا كل أهل فلسطين. جيداء الربيع هي الجيل الثاني من إنتاج مربط الربيع. جيداء الربيع هي مواليد 2014. طبعا هي أول بطولة إلها وأول مشاركة إلها كانت بأريحة بمركز الأراضي المقدسة في 2015 شهر 4. طبعا هي حصلت على بطلة أبطال فلسطين وأعلى معدل كان بالعرض كامل. من هناك انطلقت إلى أوروبا، شاركت بعدة بطولات. طبعا هذا التصوير هو بطولة ثانية قبل بطولة العالم اللي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس. بالعاصمة الفرنسية. أوكي، هاي البطولة كانت جيداء توجت 4 مرات خلال المهرجان. توجت بأنها هي الأولى على الصف تاعها، توجت المرة الثانية إن هي أحلى فرس بتشارك من خارج أوروبا، توجت إن هي الجولد
تشامبيون البطلة الذهبية وتوجت ان هي ذا هايست سكوير ان اعلى معدل. فالبطولة اللي بعدها كانت اللي هي الأخيرة اللي هي كانت بطولة العالم بباريس، طبعا جابت اعلى علامات على المهارات اللي بعمرها وكانت الاولى. فامها اللي هي شذى الربيع برضه مولوده في مربط الربيع، انتاج مربط الربيع، يوم السبت قبل يومين كانت هي بطله ابطال فلسطين ذا جولد تشامبيون كمان بنادي شعورها إمها؟ بنادي اريحه للفروسيه مواليد 2009. هلا ابوها لجيداء، ابوها لجيداء مجد هي الربيع. مجد الربيع هو موجود حاليا بام الفحم بمربط عين الجمال. اوكي، هو كان حاصل على بطولات برضه بامريكا وكان برضه بطل فلسطين بال 2015. يعني انت بتحكي عن عائله كلها ابطال، عائله عريقه في الجمال. هلا احنا طيب سيد اشرف اسمح لنا اذا بنتحدث، مثلا احنا تحدثنا انه جيداء الربيع حصلت على معدل 92.8% وذكرت انت انه اخذت في اكثر من مسابقه يعني اعلى عدد من النقاط. اذا بنتحدث عن هذه النقاط يعني بناء على ايش بتم تصنيف جيداء او اي يعني أي فرس عربي او اي فرس عربي اخر، بناء على ايش بتم التقييم؟ شو المعايير؟ المعايير اوكي، المعايير هي بتتقسم الى خمس اجزاء. بكون طبعا حكام دوليين باي معترفين من المنظمه العالميه للخيول العربيه. اول شيء بيعطوا علامات من 20 اللي هي الطله بتاعت الخيل العربي. بكون الحكام بالساحه فيما تدخل الخيل هاي هي طلتها طلت الخيل العربي ولا لا، التايب تبعها قديش بتعطي انها الانطباع الامبريشن لانها خيل عربيه. بعدين عليها 20 علامه. بعدها بيعطوها 20 علامه على الموفمنت تاعها كيف الحركه. بيعطوها 20 علامه على الهيد نيك مستوى الرقبه مع الراس. بيعطوها 20 علامه على اللي هو بسموه توب لاين اللي هو انتساب الظهر الظهر مع اوكي. وبيعطوها 20 علامه على الايدين والاجرين. فبتوصل ل 100. هلا طالما احنا بتوصل عندي 93، جيداء وصلت 93 وصلت 92، فطالما الخيل بتطلع من ال 90 وفوق يعني انت بتقدر تعتبري ان هاي الخيل هي جميلة جدا ملكة جمال بالعربي ملكة جمال. انت اكيد مش بالصدفة عندك جيداء، يعني اذا امها شدى اللي هي ايضا جميلة وشاركت وابوها ايضا من الجميلين، فانت اكيد حرصت على تزوجهم لتيجي جيداء. اكيد حاب اعرف انت يعني دخولك في هذا المعترك كيف اجا، واهتمامك في موضوع الفرس العربي وجمالهم ووعيك بضرورة مشاركتهم في هذه المسابقات العالمية. هلا هي قبل كل شيء هي هواية. اوكي، فطبعا انا كنت مغترب بامريكا، ما كان عندي المجال اني يكون عندي خيل لانه بنتيجه الشغل تاعي. فاستقريت هنا بفلسطين بال 2003 اول شيء عملته لقيت انه في عندنا نقص شيء بفلسطين، شيء اسمه فروسيه. صحيح. ففتحت نادي طرمسعيه للفروسيه والحمد لله هو شغال. اخذ معي 3-4 سنين عبين ما خلصته. بس انا بحب الخيل بس اعشق الخيول العربيه. ايوه اوكي. فمن هون فتحت مزرعه بامريكا مربط الربيع. حاولنا للاسف يعني انه كثير سلالات من الخيول العربيه مش موجوده عندنا بفلسطين. والمفروض انه الغرب يجي يدور عليها عندنا. لا هلا العكس، بندور هل صار عليها بامريكا. العكس صار اهتمام بالخيول العربيه بالغرب أكثر. ازود من العرب. فاشتغلت على انه نحاول نرجع من السلالات اللي انفقدت. جميل. عندنا بفلسطين. فعندي انا صرت جايب من امريكا من المربط الربيع 6 روس خيل اللي هم جبناهم هون على فلسطين على مربط الربيع.
من ضمنهم اللي هي شذى الربيع وجيداء الربيع وأصالة الربيع وعروبة الربيع ومجد الربيع. كانوا مغتربين يعني هذول. الحمد لله. فهون هون اللي يعني كثير الواحد لازم يشتغل عليه اللي هو البلد لاين اللي هو فصيلة الدم. كيف تقدري انه يمزج هاي الفصيلة مع هاي الفصيلة؟ طبعا كل الواحد جهد اوكي، بس التوفيق من الله. أكيد. بعض مرات بتزبط وبعض مرات ما بتزبط. مع جيداء 100%. فإحنا الجول تاعنا الجول الهدف الجول أنا بسميه هو جول. طيب. إنه يعني كديش شبينا من خيل ثانية، بس كان الجول تاعي اللي هو جيداء الربيع، إنه أبوها مجد الربيع وامها شذى الربيع. ففي عالم الخيل تاعنا إحنا يعني اللي بربوا خيل بيحترموا كثير إنه ينتج الواحد من الخيل تاعته مهرة بهاي المستوى وتصل لبطولات العالم، مش يشتريها بفلوسه، ينتجها. وهذا اللي نجحت وهذا اللي نجحنا فيه، وهي كانت أول فرس مهرة فلسطينية بتصل لبطولة العالم. وإحنا هلا بال2015 يعني المفروض إحنا كعرب من زمان إنه نصل نصل بس الحمد لله وصلنا. تحدثت انت انه يعني جيداء الربيع هي اول انتاج فلسطيني وبيصل الى العالميه وبتكون ملكه جمال، وتحدثت عن شذى الربيع عن مجد الربيع. هل في عندك يعني انواع اخرى ايضا يعني حصلت على مراكز على طبعاً مراتب عاليه؟ طبعاً. في عندنا عروبه الربيع بال2009 كانت هي بطله امريكا في بطوله العالم للخيول العربيه اللي هو دم مصري حر نقي. فعروبة الربيع هلا هي موجودة برضه هون في فلسطين، برضه هي كانت بطلة بهاي البطولة. عندنا مجد الربيع حرز على المرتبة الثانية في بطولة لاس فيغاس برضه وولد كاب. شذى الربيع اللي هي امها لجيداء برضه وهي عمرها سنة كانت حاصلة على بطولة في امريكا. وفي عندي اصالة الربيع برضه حصلت على بطولات بامريكا. ويمكن في كمان بس انا يعني احنا مبسوطين انه توصلوا لهذه المراكز، وان شاء الله بيتم انتاج ايضا سلالات اخرى وتوطينها عندنا في فلسطين باشرافك وبوجود يعني هذه الكفاءه عندنا في فلسطين. استاذ اشرف الربيع صاحب المهره وصاحب مربط الربيع، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. يسعد صباحك وشكرا لوجودك معنا في فلسطين هذا الصباح. وانتم مشاهدينا شكرا لمتابعتكم لنا من الثامنه ولغايه الان. طبعا غدا يتجدد اللقاء ونتمنى لكم نهارا طيبا. في امان الله.